سيدي بوزيد. السلام عليكم الاخوان اخوات، كل شيء مزيان. احنا الان كنتواجدوا فين؟ جديد سيدي بوزيد بالضبط. يلا وصلنا، يلا حطنا الكار. واخا جينا شويه معطلين، المهم اول مره الصراحه غادي نجي نتبحر في سيدي بوزيد. جين باراسول كرسي عزيز. السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في الجديدة سيدي بوزيد. المهم راه نبقاو هنا شي الليل، عيشوا معنا الجو الاخوان. هنايا الدخلة سيدي بوزيد، ما عرفتش غادي يكونوا بزاف ديال الدخلات. لا وقيلا كاينه واحدة، الطروبيلة حطينا بعيد. اش كون شي كاين شي دخلة من الليل؟ حنا دخلنا مال اللحظة. المهم الاخوان داكشي اللي كنشوفوه راه كتشوفوه معانا أول مرة. باش نصور الناس. نشوفوا الإخوان اللي راهو سيدي بوزيد. ملاحظة بسيطة بعدا من الرؤية الأولى، شفيق أش نقول لك؟ الملاحظة الأولى من رؤيتك لشاطئ سيدي بوزيد، الملاحظة الأولى شنو لاحظت؟ الملاحظة الأولى لاحظت شو نقي، ناحية الأرضية والبحر الداخل بالي نقي، صراحة الناس نقي. أنا الملاحظة اللي لاحظت هو الإسباس اللي كاين بنادم صغير، كاين الصخر كثر بزاف. لا ولكن راه كاين الهيش والهيش. بلاش بلاش يا الإخوان كوبي رايت. هاد الملاحظة الإخوان دايرين هنايا بيفان. يلاه دا شي واحد كيقلب على شي واحد تالف ليه، يعني كيتسمع في البحر كامل. هاد اللقطة هادي زوين، كايناش في الشواطئ المحمدية. المهم أنا حيت أول مرة غنجي هنا، داكشي اللي كنلاحظو وكنقولو ليك شفيق. سمع الإخوان داكشي اللي قلت ليكم، على الدين صغير ولا يجيبوا لنا الاذاعه. تسمع في البحر كامل، تسمع سيدي بوزيد. اخوانا تانستالينا هنايا في شفيق. سيدي بوزيد كيجيك الماء ترى فريق كمش عزيز، كيجيك الماء فريق بحال فكرنا في اكشن. ولكن صراحه اللي عجبنا المتشبعين الكرام، اللي عجبني في سيدي بوزيد المكان بالنسبه للدراري الصغار شتي هاش بحيره زوين. شل منطقي في الناس القيمة. هاش الاخوان دوش، ان شاء الله راه دوش هنا. ياك دوش. 20 درهم دوش. علاش 20 درهم؟ 5 درهم. 5 درهم صغار. اوه. واش هما 5 درهم؟ شنو ندير لك ما راح يجي؟ صراحة في كل كافي هنايا، في الديكاطو. في ميتشي. عاوتاني تيهرب مراحي. في الديكاطو. كما قلت لهم عجبتني واحد اللقطة، البيفان قبيلة شي ودري كان تالف، البيفان كتسمع في البحر كامل، هادي زوينة ما كاينش. يقلبوا عليه وليدي. وهادشي اللي كاين الإخوان. هذا فين هو عزيز؟ عزيز راه غادي باش تبعث كاسل. حنا الان في كورنيش جديده وعزيز كبير اخويا. فين الان حنا؟ جيد رائعه، جيد رائعه جدا. مرحبا بكم مره اخرى. لا 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 لا
ماليزيا نعيش في إيطاليا. تال هنا الإخوان وصلنا النهاية ديال الفلوغ. نتمنى من الله ينال الإعجاب ديالكم. بزاف ديال اللقطات مشديتهمش في مدينة الجديدة وكانوا بعض اللقطات اللي عجبوني، كان بحال في واحد البلاصة دايرين اليوم واحد تلفازة كبيرة وكان فيها واحد الفيلم مغربي وبزاف ديال الناس كيتفرجوا. صراحة واحد المنظر اللي زوين ونيت عينا ومشينا للحمام. راه قلت لكم بزاف ديال اللقطات ما صورتش لكم، مشينا للحمام دوشنا حيدنا الملحة فبقينا كندورو درنا واحد الكافي تمايا كلينا. فبزاف ديال اللقطات ما صورتش لكم مع العيا والطريق الى اخره. واول مره كنجي لشاطئ سيدي بوزيد، الما ديالو بارد بزاف كانك كتعوم في شي شلال ولا في اقشور بحال هكا، والما نقي. عجبني انا داك البحر وغادي نعاود نرجع ليه ان شاء الله الى جات الظروف، غادي نعاود نرجع لهذاك البحر لانه بحر زوين بزاف سيرتو الما ديالو. فهذا الشيء اللي كاين الاخوان، حنا الان راه في اتجاه مدينه ديال المحمديه. ونتمنى من الله ينال اعجابكم هذا الفلوغ وما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم. والسلام عليكم.